الحكومة الفلسطينية تطالب بأموال حماس المصادرة في الخرطوم، والحركة تتراجع عن نفي سابق. عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني يزعم أن شحنات الوقود إلى لبنان لم تكن مجانية وأن ثمنها مدفوع. مجلس القضاء العراقي يصدر مذكرات توقيف بحق المشاركين في مؤتمر أربيل. أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة لأهم الأنباء من الحدث، نبدأها من السودان الذي لا زال يحاول نفض غبار المحاولة الانقلابية الفاشلة. فرئيس مجلس السيادة السوداني أشاد بدور القوات في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقال عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة متمسكة بوحدة السودان ولا أحد يستطيع ترهيبها. البرهان دعا قوى الثورة في السودان إلى الوحدة في كيان واحد، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجلوس على الطاولة مع جهات لديها ولاءات مزدوجة، متهما جهات لم يسمها بأنها لا تريد إجراء الانتخابات في السودان، علما أن الجيش هو الأكثر حرصا على الانتقال الديمقراطي. رئيس مجلس السيادة أكد أن القوات المسلحة ليست طرفا مع أي جهة سياسية، وأن المؤسسة العسكرية ليست مؤسسة حزبية. أن نحن تاني نؤكد للشعب السوداني من خلاله أن القوات المسلحة ملتزمة التزام قاطع أنه لا تنقلب على ثورة ديسمبر. الناس اللي بيروجوا كلهم اللي بيقولوا أنه الجيش داري ينقلب، نحن نقول لهم نحن سنلقيمكم حجرا، لأنه نحن أحرص ناس على الانتقال الديمقراطي كعسكريين، وأحرص ناس على أن الفترة الانتقالية تنتهي بسلاسة وتنتهي بانتخابات. الانتخابات اللي احنا شاعرين بانه في ناس ما دارينها، في ناس ما عندهم الرغبه في الانتخابات ولا عندهم الرغبه في ان الفتره الانتقاليه تنتهي، لكن احنا مصممين ان الفتره الانتقاليه تنتهي وتقوم بعدها انتخابات. الشعب السوداني يختار من يحكمه. احنا كلنا زي ما انا ذكرت قبل كده الظروف والانتفاضه الشعبيه هي اللي خدتنا نحن، احنا موجودين من قبل كثير من الناس اللي انضموا هسي للحراك ولا للتغيير، احنا قاعدين وشهود وشايفين الحال كان حاصل في البلد. انا شغال لي 41 سنه في القوات المسلحه، حمت كل اصقاع السودان واصبت ستة اصابات موجوده، ما بتشرف اصلا اني اجلس لي مع ناشط والله اجلس لي مع شخص يشكك في ولائي لهذا الوطن، ولا بتشرف كأنه واحد يقول أنا بخصم من رصيد الشعبي. ده كلام محزن وكلام مخزي، وما كان شخص يتوقع أنه يصدر من شخص مسؤول في هذه الدولة. نحن كلنا شركاء في هذا الهم وشركاء في التغيير، ومؤمنين بأنه نحن حنغير هذه البلد وحنغير العقلية حقت الناس اللي دارين يستغلوا الشعب السوداني، وحنغير عقلية كل زول ممكن يتخيل ممكن يسوق الناس بالخلل. نحن ما في زول تاني بسوق له زول اصلا سواقه عمياء. احنا كفيلين بان القوات المسلحه ننظفها، ما بنخلي فيها كوز، الكلام ده نقوله لكل زول. وهسي الناس اللي قبضناهم في الانقلاب ده ما حنعلن للناس انتماءاتهم وحنقدمهم لمحاكمات كل الناس تتفرجوا فيها تقوم بهم بالعمل. نحن الهيئه العسكريه والمؤسسه العسكريه مؤسسه ليست حزبيه. ما حنسمح لاي نشاط حزبي يقوم في القوات المسلحه. معظم القوى انا قبل كده تحدثتها انه تحاول ان تدخل وتتسلل للقوات المسلحه، نحن حنقف لهم بالمرصاد، ما حنقل زول يتسلل الى المؤسسه العسكريه. لكن الخرطوم التي اعلنت شفائها من المحاوله الانقلابيه تعالج حاليا ازمه قادمه من الشرق، فقد وصل وفد من الحكومة الاتحادية برئاسة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي إلى ولاية البحر الأحمر في مدينة بورت سودان. الزيارة التي تستمر يومين تأتي في إطار مبادرة لحل الأزمة الأخيرة شرق البلاد على خلفية حراك جماهيري قاده المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة أغلقت إثره عدد من المرافق الحيوية، ويطالب المحتجون بإلغاء مسار شرق السودان المبرم في اتفاقية جوبا للسلام وحل الحكومة الحالية وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية.
الأزمة شرق السودان سياسية بامتياز ولا مجال فيها للحلول الأمنية بحسب الحكومة السودانية، غير أن ما بينهما تداعيات اقتصادية كبيرة مترتبة على الإغلاق. فميناء بورت سودان مغلق منذ أكثر من أسبوع، وخط أنابيب نقل المواد البترولية من شرق البلاد إلى مصافي العاصمة متوقف بالكامل. وفي وقت وصلت لجنة رفيعة إلى شرق السودان برئاسة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي لبحث هذه الأزمة، بدأ اقتصاديون بإظهار الآثار السلبية لاستمرار هذا الإغلاق والاحتجاجات التي قطعت الطرق الرئيسية الرابطة بين شرق السودان والمدن الأخرى. وزير الطاقة والنفط حذر من تعرض البلاد لخسائر مالية وفنية كبيرة تقدر ب 300 مليون دولار من عائدات النقل السنوي، مشيرا إلى احتمال حدوث أزمة وقود، لا سيما أن المخزون الحالي يلبي حاجة البلاد لمدة 10 أيام فقط بحسب قوله. كما شدد الوزير السوداني على أن توقف عمليات تصدير بترول جنوب السودان لأكثر من 10 أيام سيعرض الخط الناقل للتلف، فضلا عن وصول غرامات تأخير بواخر الشحن إلى 25 ألف دولار في اليوم الواحد. من جهته أكد مستشار المجلس الأعلى لنظارات البجأ والعموديات المستقلة الذي يقود التصعيد في الشرق مواصلة إغلاق الموانئ والطرق الرئيسية لحين توصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة، مشيرا إلى عقد اللجنة المختصة لاجتماعات مستمرة لدراسة تأثير إغلاق أنابيب البترول على الحاجة الملحة لكل البلاد. وكشف عن وجود مبادرة لتسهيل سير حركة التجارة والسلع من الموانئ للحيلولة دون تفاقم الأزمة المعيشية، دائما على حد تعبيره. هذا ورحب المستشار بأي حوار مع سلطة الانتقالية لحل الأزمة وإنهاء الحركة الاحتجاجية، علما بأن أبرز المطالب تتمثل بإلغاء مسار شرق السودان المبرم في اتفاقية جوبا للسلام، وحل لجنة تفكيك الإخوان، وحل الحكومة. يذكر أن شرق السودان يضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف ويشمل الموانئ الرئيسية للبلاد. على كل، لنفهم أيضا التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذه اللجنة وهذا الوفد الذي توجه اليوم إلى الشرق، نستضيف أيضا زميلتنا من الخرطوم لينا يعقوب مراسلة الحدث. لينا، أهلا بك في هذه النشرة. طبعا نفهم أكثر تفاصيل يعني هذا الوفد والمحطات، محطات اللقاءات التي سيعقدها في الشرق. أهلا بك يا لارا. كانت هناك جلسة منعقدة بين وفد الحكومة الذي يرأسه شمس الدين كباشي والمجلس الأعلى لنظارات البجا. كانت الجلسة موسعة، حضرها شباب وحضرها بعض الأنصار للمجلس الأعلى لنظارات البجا. الآن دخلوا في جلسة مغلقة. يمكن أن نقول أنه من الجلسة المفتوحة يمكن أن نستنبط أن الوفد الحكومي يتحدث عن الخسائر التي يتضرر الآن منها السودان وأيضا الدول المجاورة، تحدثوا عن الأضرار الكبيرة المليونية التي لحقت بتوقف أعمال الميناء، كذلك بالأضرار المتوقعة أيضا من توقف الأنابيب، في محاولة منهم لحث المجلس الأعلى لنظارات البجا على الأقل بأن يقوموا بفتح أنابيب النفط وأن يقوموا السماح بعودة واستئناف العمل والحركة الملاحية والتجارية داخل الميناء. من المعلوم أن المجلس أيضا كانت لديه شروط مرفوعة ومطالب أيضا تم تسليمها من قبل الحكومة السودانية. لا نعلم ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه الجلسة المغلقة، لكن حتى اللحظة لا توجد تفاصيل أكثر من المطالب الذي ذكرها المجلس الأعلى للبجا، وكذلك الأضرار التي سردها الوفد الحكومي في هذه الجلسة الموسعة التي عقدت بين الجانبين، والآن هم في جلسة. طيب لينا، أعيد وأؤكد معك على المطالب التي هي مطروحة من نظارات البجا، ما هي فعليا يعني على ما هي النقاط الأساسية فيها على الأقل؟ نعم لارا، النقطة الأولى تتمثل في إلغاء مسار الشرق الموقع بين الحكومة السودانية ومسار الشرق في الجبهة الثورية باعتبار أن هذا المسار لا يمثل مطالبهم. المطلب الثاني تبني توصيات مؤتمر سينكات. هذا المؤتمر عقد من قبل الكيانات في شرق السودان، كيانات وإدارات في شرق السودان، تبنوا عدد من التوصيات، توصيات متعلقة بهويتهم الوطنية. قاموا بتسليم هذه التوصيات لنائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقل في وقت سابق. أيضا هم يتحدثون على تحسين الخدمات المعيشية
في ولايتهم، وكذلك أن تكون هناك مفاوضات جادة معهم. هم الآن يتحدثون عن وساطات، يتحدثون عن مفاوضات تكون داخل ولاية البحر الأحمر وداخل بورسودان للوصول لهذه المطالب. إذن هم يضعون أن التفاوض أيضا معهم لا بد أن يتم، باعتبار أن الحكومة تفاوضت من قبل مع مسار آخر. لا بد أيضا لارا أن نشير إلى الطرف الآخر، أن الحكومة السودانية من الصعب عليها أن تلغي المسار الموقع دون العودة إلى هذا المسار، وربما تحاول أن تجمع الأطراف مجدداً مرة أخرى للوصول إلى تفاهمات لأزمة شرق السودان التي تصاعدت بصورة شديدة خلال الأسبوع الماضي. شكراً جزيلاً لك لينا على كل هذه الإيضاحات. من الخرطوم مراسلة الحدث لينا يعقوب. أيضا نناقش هذه التطورات مع ضيفنا من الخرطوم الدكتور محمد زكريا، مقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية والعضو التنفيذي للعدل والمساواة. أهلا بك معنا دكتور محمد في هذه النشرة على شاشة الحدث. يعني اليوم باتت المطالب واضحة، وفي وفد حكومي ويعني من السلطة يتوجه، يعني البعض يقول أنه في مطالب لا يمكن الاستجابة لها، ولكن في نظريات أخرى تقول أنه قد يكون هناك حد أدنى للتفاوض عليه. كيف ترى هذه الأزمة، ويعني إلى أين قد تذهب برأيكم؟ تحية لك وللمشاهدين، وشاكر لكم هذه السانحة. اتفاقية جوبا لمسار لسلام السودان الموقعة في 23 أكتوبر 2020 خاطبت قضايا السودان المختلفة، وركزت كذلك ضمن مساراتها على مسار شرق السودان الذي ترأسه الأستاذ خالد إدريس شاويس، رئيس مسار الشرق والأمين السياسي للجبهة الثورية السودانية، وكذلك رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة. هذه الاتفاقية يعني خاطبت الأزمات التي أدت إلى التخلف التنموي، وحاولت أن تقدم صيغ ومعالجات تجعل من شرق السودان يعني مكونا أساسيا يساهم في الناتج القومي أسوة بأقاليم السودان المختلفة. عالجت موضوع التنمية، عالجت موضوع النباتات الضارة من المسكيت، عالجت موضوع صندوق للموارد، فتحت الأبواب لإعفاء الرسوم لطلاب الجامعات، طيب إزالة الألقام، غيرها من المكتسبات. أنا أتعجب أن تقف أطراف ضد مثل هذه الاتفاقية، والأهم من ذلك أن هذه الاتفاقية نصت على ضرورة أن يقام مؤتمر لشرق السودان يستكمل ما تم التوافق عليه في اتفاق جوبا. بالتالي أي حديث حول أن اتفاق جوبا في مسار شرق السودان تحديدا يأتي خصما على مكون ضد آخر، هذا الحديث عاري من الصحة. دكتور محمد، دكتور محمد، المتظاهرون الآن أو على الأقل المسؤولين عن المتظاهرين يقولون إنهم لم يتم إشراكهم في المسار السابق، وهم يعترضون على عدم الأخذ بآرائهم، وحتى لديهم مطالبهم كذلك التي يقولون إنه الاتفاق الذي وقع بجوبا لا يستجيب لها. وبالتالي يعني هل ينفع الآن وضع اللوم على هؤلاء بدل الحوار معهم؟ اتفاقية شرق السودان تشمل ولايات ثلاثة، ولايات حدودية، ولاية البحر الأحمر، ولاية كسلة، وولاية القضارف. وهذه الولايات قوام النظارات فيها 18 نظارة،
17 من نظارة من هذه النظارات تؤيد الاتفاقية وتؤيد المسار، وبالتالي تعبر عن المجاميع الكلية، هذه الاتفاقية عن مجاميع الكلية لأهل شرق السودان، كما قلت أنها ليست كتابا منزلا وإنها مفتوحة للاستكمال من خلال مؤتمر شرق السودان الذي يمكن أن تأتي فيه الأطراف المختلفة التي لديها إضافات والتي ترى أنها لم تمثل في اتفاق جبلي مسار شرق السودان. يمكن لهذا المؤتمر أن يكون معون نضيف إليه لهذه الاتفاقية. أيضا موضوع أن هناك مكونات غير راضية، بالمثل بالأمس القريب في ريف كسلة خرجت مئات الآلاف داعمة لمسار شرق السودان، وبالتالي هناك مؤيدين مثلما هناك فئة أيضا ترى أن هذا الاتفاق به نقائص. نحن لا ندعي الكمال في أن هذا الاتفاق كامل، ولكن هذا الاتفاق خطوة للأمام ويمكن أن يستكمل بإضافة كل الملاحظات التي يبديها الآخرون. ولكن دعيني أشير بوضوح إلى أن الموضوع ليس المسار شرق السودان، ليس هناك علاقة مباشرة بين هذه الاتفاقية وما يحدث الآن في المشهد من إغلاق للطرق. هذا الإغلاق الذي يتأثر منه السودان ككل، شعب السودان في جنينة وفي دنقلة وفي كوسي وفي الخرطوم يتأثرون من هذه الممارسات التي تعد وتصنف في مصاف التخريب. يبدو واضحا أن المجموعات التي تعبر عن هذا الاحتجاج إنما يعني تستند إلى أجندة تتخطى موضوع مسار شرق السودان، بدليل ما رشح في خطاباتها الإعلامية بضرورة حل الحكومة. هذه الحكومة حكومة ثورة، يعني جاءت بعض التضحيات جسام. المطالبة بحل هذه الحكومة إنما يخدم أجندة دعاة خصوم الثورة الذين يرفضون التغيير. دكتور محمد، أجندة المؤتمر الوطني. هل تنوون كجبهة ثورية، إذا سمحت لي دكتور محمد، كجبهة ثورية هل تنوون التفاوض مع هذه الأطراف الآن في هذه المرحلة وليس عبر الملحقات أو المؤتمرات المتوقعة بإطار اتفاقية جوبا؟ هل لديكم أي استعداد؟ أبداً لم نغلق أبواب الحوار يوماً ما. الجبهة هل تحاولون الآن الحوار معها خاصة؟ نعم، نحن جزء من هذه الحكومة في هياكلها السيادية والتنفيذية، وكذلك جزء أصيل من المجالس مثل المجلس الأعلى للسلام الذي أوفد، ومجلس الأمن والدفاع الذي أوفد الوفد الآن برئاسة الفريق أول شمس الدين كباشي. بالتالي الجبهة الثورية منفتحة لأي نوع من الحوار، ولكن عبر السلطات الرسمية، وأيضا نوع من أنواع الحوار عبر القنوات الرسمية وليس عبر، وكذلك الحوار كذلك خارج الأطر الرسمية. أبدا لم نغلق الأبواب، هناك مبادرات عديدة قامت بها الجبهة الثورية خاصة الأطراف التي لا تنتمي إلى يعني مسار شرق السودان لتغريب وجهات النظر. نحن أكثر انفتاحا في أن نخاطب كل الملاحظات التي أبداها الأطراف المحتجين الآن، ولكن دعونا أيضا نميز بين ما هو يؤثر على كافة السودان كوطن ويؤثر على المواطن وعلى معاشه، وبين ما يؤثر على إقليم. ما يجري الآن في شرق السودان القصد منه ليس مسار شرق السودان، وأؤكد القصد منه هو إضعاف حكومة الفترة الانتقالية، وهذا أمر مرفوض ومدان بكافة الأشكال. شكرا جزيلا لك ضيفنا من الخرطوم الدكتور محمد زكريا، مقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية والعضو التنفيذي للعدل والمساواة. إلى فاصل نتابع من بعده. بطريرك الموارنة يربط أزمة لبنان بعدم الولاء للوطن والاستقواء بالخارج. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد، لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد، حافل كسابقي
بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك. قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم، عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. أهلا بكم من جديد. بعد يومين على تقارير ذكرت أن الخرطوم صادرت جميع أصول حماس على الأراضي السودانية، فتحت السلطة عينها على تلك الأموال. حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح قال إنه يتمنى على السودان تسليم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها إلى الحكومة الفلسطينية، لأن الشعب أحوج ما يكون لهذه الأموال بحسب تغريدته على تويتر. لكن موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس الذي كان قد نفى سابقا التقارير رد على دعوة الشيخ بما يشبه التراجع عن نفيه، وصفا الأخير بأنه يحاول الاصطياد في المياه العكرة، مطالبا السودان بتصحيح الموقف ورد الحقوق إلى أصحابها. حول هذا الموضوع من رام الله الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. دكتور أحمد أهلا بك معنا على شاشة الحدث في هذه النشرة. يعني بداية، لماذا تطالب فتح بهذه الأموال بوقت أن الموضوع هو بدولة أخرى يحصل كان على أراضيها بحسب هذه الدولة الأخرى، وإذا ما صادرت أي شيء على أراضيها لماذا ستسلمه إلى سلطة ثانية؟ يعني أولا ليس المطالبة ليست باسم حركة فتح ولا باسم أي تنظيم سياسي آخر. الأخ حسين الشيخ يتحدث باعتباره قياديا فلسطينيا وباعتباره وزيرا في السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا أولا. الأمر الآخر، نحن يعني السودان اتخذ قرارا واضحا الحكومة الانتقالية، وهي في إطار إغلاق حقبة سياسية كاملة اتسم فيها حكم البشير بالعلاقة المتميزة مع حركة حماس، واللي وفر لهم كل الغطاء والأرضية المناسبة سواء لتوفير الملاذ الآمن أو لتوفير أيضا بيئة مناسبة لاستثمار أموال الحركة. الموقف اللي عبر عنه حسين الشيخ وأنا أيضا عبرت عنه أمس بتصريح وموقف صدر عني أن هذه الأموال هي تخص الشعب الفلسطيني،
وهي أموالا وإن كانت باسم حركة حماس وإن كانت مسجلة بأسماء بعضا من كوادرها أو نساء يعني من نساء كوادرها، لكنها هي أموال للشعب الفلسطيني. واليوم الخيار كالتالي: إما أن تصادر هذه الأموال الحكومة السودانية أو يستفيد منها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة اللي يعني بيعاني من الحصار والإغلاق، وبيعاني أيضا من الدمار الذي لحق فيه جراء العدوان الأخير. وأيضا هناك عدوان 2014 لغاية الآن لم تستكمل إعادة الإعمار في قطاع غزة. المسألة نحن نتعامل معها كمسألة ببعد سياسي بالدرجة الأولى. منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. حكومة السودان هي حكومة شرعية. أي أموال فلسطينية بصرف النظر وهي دخلت إلى السودان بعهد الرئيس السابق، وكان هذا الأمر بترتيب شرعي ورسمي، وبالتالي هناك أيضا جهة شرعية فلسطينية تطالب باسترداد هذه الأموال بصفتها الشرعية وليس بصفتها الحزبية. طيب بس أيضا يعني دكتور أحمد، هل هذا يتناسب مع الأعراف الدولية؟ يعني إذا أي دولة اكتشفت أي نشاط غير سليم على أراضيها وصادرت الشركات التي تقوم بهذا النشاط، هل من واجبها تسليم الأموال للدولة التي يأتي منها هؤلاء؟ أولا، هذه الأموال هي كانت تقوم بنشاط شرعي وليس بنشاط غير شرعي ولا بطريقة غير رسمية. ثانيا، أنت لاحظتي من على منبر الأمم المتحدة العديد من رؤساء الدول، رئيس دولة العراق ورئيس دولة لبنان، طالب الأمم المتحدة أن باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج. إحنا بنعتبر هذه الأموال هي مهربة إلى الخارج، وهي أموال يجب أن تكون مهربة إلى بنوك بفلسطين، وهي من حق أبناء الشعب. نعم، بنوك وهذه مهربة باستثمارات بالخارج. يعني شو الفرق بين البنوك والاستثمارات بشركات؟ وفي أيضا هناك ما يعني حسب ما أعلن أن هناك محلات صرافة وأن هناك فنادق وشركات بناء وشركات مختلفة. هي أموال خارج البلاد وهي مهربة، وهي من حق السلطة الشرعية كما هو الحال في لبنان وكما هو الحال في جمهورية العراق تطالب باسترداد هذه الأموال. طيب دكتور أحمد، حماس كانت قد نفت أصلا أي مصادرة وأي اتهامات من هذا النوع من جانب السودان، ولكن كان في رد على هذا الكلام للوزير حسين الشيخ من جانب مسؤول بحماس، وقال فيها أنه أنتم تحاولون الاصطياد بالماء العكر. أولا، هل هذا بالفعل اعتراف من حماس بوجود هذه المصالح بالسودان؟ وثانيا، هل هذا فعلا هو موضوع سيكون خلافيا الآن مع حماس؟ النفي الدكتور موسى أبو مرزوق يؤكد صحة الأنباء عن ملكية هذه الاستثمارات والمشاريع في السودان أولا. وثانيا، نحن لا نبحث عن الاصطياد لا في ماء عكر ولا في ماء صافي. نحن نتحدث بشكل واضح إجراءات قامت فيها الحكومة السودانية وأعلنت عنها، والحكومة الفلسطينية الشرعية تطالب باسترداد هذه الأموال. هذا هو الموضوع بشكل رئيسي. أما أن ادعاء موسى أبو مرزوق أن هذه ملكيات خاصة ويجب أن تعاد الحقوق إلى أصحابها، أنا لا أعتقد أن أعضاء حركة حماس يمتلكون مئات الملايين من الدولارات ليستثمروا فيها بالسودان. طيب دكتور أحمد، ماذا عن إسرائيل بهذه الحالة؟ لنفترض أنه بالفعل تم التوافق مع السودان، هل يمكن لإسرائيل أن تقبل بدخول هذه الأموال؟ لماذا لا تقبل؟ هي أموال تدخل بشكل شرعي إلى القنوات المالية الشرعية الفلسطينية وإلى البنوك الفلسطينية وعبر سلطة النقد الفلسطينية.
إسرائيل هي التي تدخل الأموال بشكل غير شرعي إلى حركة حماس بالكاش وعبر مطار بن غوريون. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات وعلى المداخلة معنا من رام الله الدكتور أحمد مجدلاني عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. في لبنان الأزمات المتلاحقة أكثر من أن تحصى، لكن بطريرك الموارنة بشارة بطرس الراعي حاول تلخيص الأزمة بسوء الأداء السياسي والخيارات السياسية الخاطئة وعدم الولاء للوطن والاستقواء بالخارج، معتبرا ذلك تشويها للتعددية التي طالما كانت صفة لبنان دائما. إن سوء الأداء السياسي والخيارات السياسية الخاطئة وعدم الولاء للوطن والاستقواء بالخارج شوه هذه الميزة عندنا وأوصل البلاد إلى الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية والأمنية الخانقة. ليس بعيدا عن الولاءات التي تحدث عنها الراعي، بررت طهران تدخلاتها وضخها النفط لحليفها حزب الله. فزعم عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني هادي نجاد أن شحنات الوقود إلى لبنان لم تكن مجانية وأن ثمنها مدفوع. البرلماني قال إنه يجب العمل باستمرار مع الدول المجاورة والدول ذات التفكير المماثل مثل فنزويلا ولبنان. يذكر أن إيران تعمل على تزويد فنزويلا من نفطها كذلك متهربة من العقوبات الأمريكية. فصل جديد ومن بعده نتابع. إسرائيل تعلن مقتل 5 فلسطينيين قالت إنهم تابعون لحماس وخططوا لهجوم مسلح. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. قبل كل شيء نبحث وندقق، ننظر للمشهد من مختلف الزوايا، نحلل تفاصيله، نتعمق لنرى الحقائق، لنكشف كل ما يدور من حولها، نربطها بأحداث مختلفة. تمتد من الماضي، ترسم الواقع وتنعكس على المستقبل. نعيد الشريط من أوله. تكتمل الصورة. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الحدث. الحدث هنا مكانه وزمانه. من جديد، قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال عملية مداهمة واعتقال واسعة في الضفة الغربية، 3 منهم في قرية بيت عنان شمال غرب القدس والاثنان الآخران في قرية برقين بجنين. رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت قال إن قوات الجيش الإسرائيلية صفت نشطاء من حماس كانوا على وشك تنفيذ هجمات في المستقبل القريب للغاية. في المقابل أصيب جنديان من وحدة خاصة بجروح خطيرة جراء ما قالت صحيفة هآرتس إنها نيران صديقة.
من رام الله معنا حول هذا الموضوع خالد القاسم مراسل الحدث. أهلا بك خالد، ما هي التفاصيل الإضافية المتوفرة حول هذه العملية؟ يعني ما هو متوفر حتى هذه اللحظة بحسب المصادر العبرية الإسرائيلية بأن الضابط والجندي الإسرائيلي المصابان قد يكون أصيب بنيران صديقة أثناء الاشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مدينة جنين وتحديدا في بلدة برقين. هذا آخر ما تم الإعلان عنه، وبعد قليل سيصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي توضيحا حول هذا الموضوع. كما تعلمين العملية العسكرية الإسرائيلية جرت في 5 مواقع شمال الضفة الغربية ووسط الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قرى غرب مدينة رام الله. قوات خاصة من فرقة الدفدفان دخلت إلى مدينة جنين عند منتصف الليل، اعتقلت مطلوب، هذا ما أورده بيان الجيش الإسرائيلي، وخرجت دون وقوع إصابات أو إطلاق نار. ومرة أخرى عادت بعد 2 ساعة ودخلت إلى منطقة برقين لاعتقال مطلوبين للجيش الإسرائيلي ولأجهزة الأمن الإسرائيلية، وجرى تبادل لإطلاق النار بحسب المصادر العسكرية الإسرائيلية بين 3 مطلوبين والقوات الخاصة وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة برقين، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين هناك وإصابة ضابط وجندي إسرائيلي. أما على الجهة الثانية من الضفة الغربية وتحديدا بالقرب من مدينة رام الله أو غرب مدينة القدس، كانت هناك عملية إطلاق نار على كوخ صغير فيه 3 فلسطينيين. شهود العيان يقولون بأن أحدهم فقط هو المطلوب والآخران كانا متواجدين في المكان والتوقيت الخاطئ، أدى ذلك إلى مقتل 3 فلسطينيين ودون أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع أي إصابات في صفوفه. يعني مع العلم أنه في حديث عن إصابة جنديين ونيران صديقة، هل في معطيات حول هذا الموضوع؟ لا، بانتظار بيان الجيش الإسرائيلي. هذه تسريبات صحفية وتحديدا لموقع والله العبري المقرب من الجيش الإسرائيلي، هو الذي أورد النبأ، بانتظار التفاصيل أو قرار الجيش الإسرائيلي إذا ما كان الضابط والجندي أصيب بنيران مسلحين فلسطينيين أو أصيب بنيران القوات التي اشتبكت مع الفلسطينيين في منطقة برقين شمال الأراضي الفلسطينية. شكرا جزيلا لك خالد، دائما متابعونا معك لأي تفاصيل إضافية. خالد القاسم مراسل الحدث من رام الله. بعد جدل طال قليلا قال القضاء العراقي كلمته، فقد أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة قبض بحق شخصيات شاركت في مؤتمر أربيل الذي دعا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. مذكرة القبض الأولى وفق مصادر الحدث صدرت بحق وسام الحردان، أما الثانية فبحق النائب السابق مثال الألوسي والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي. وأشار مجلس القضاء إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة. هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي. دكتور حسين، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وفي هذه النشرة. يعني بداية، القضاء قال كلمته قبل ساعات من الآن، ولكن البعض يقول أنه أصلا في الدستور وفي القوانين قد تصل الأحكام في هذا الموضوع إلى الإعدام، هل هذه هي نية السلطات العراقية في هذه المرحلة؟ مساء الخير عليك ست لارا، مساء الخير على المشاهدين الكرام. أكيد القضاء يبقى القرار القضائي لديه حقيقة، لا يمكن الآن التكهن بما يسير عليه، لكن ما موجود من مادة في قانون العقوبات العراقي تشير بصورة واضحة أن من يروج أو يسوق أو يبعث حقيقة باتجاه عملية التطبيع أو عملية الترويج لقضية الكيان الإسرائيلي المغتصب للأراضي الفلسطينية طبعا ستوجه له عقوبات تصل إلى حد الإعدام، وهذا بالتالي ما يسير الآن به القضاء، لكن يبقى القرار هو لدى القضاء العراقي. لكن بالنهاية
اتوقع ان هذه الحاله اصبحت هنالك عمليه رادعه سواء من حيث الدستور او الاطار السياسي او الاطار القانوني الذي هو قانون العقوبات النافذ، وكذلك بالمقابل انه الاطار الاجتماعي والشعبي الذي رفض هذه او هذا المؤتمر. بس ايضا دكتور حسين، البعض يقول انه لاقليم كردستان علاقات وديه اذا صح الوصف مع اسرائيل، وحتى قد تكون في زيارات الى حد ما رسميه او قد تقترب من الرسميه. اذا ما فعلا سيتم تطبيق هذا القانون، هل هذا يعني انه الاجراءات القانونيه سوف تطبق كذلك على مسؤولي الاقليم اذا ما التقوا بمسؤولين اسرائيليين؟ يعني هي هذه بين الحين والاخر تصدر اخبار هنا وهنالك، لكن على ارض الواقع في الأمس قال إقليم كردستان إن الشؤون الخارجية هي شأن اتحادي ونحن ملتزمون بما تقوله السلطات الاتحادية في إدارتها للشؤون الخارجية والسياسة الخارجية العراقية، وبالتالي ما يقال الآن على الإقليم هي تبقى أخبار وكذلك بيانات ومعلومات ومقالات، لكن بالمقابل النظام الديمقراطي الآن منذ التصويت على الدستور العراقي الاتحادي 2005 ولغاية الآن هناك مصير مشترك ما بين الإخوان الكرد والعرب وكذلك بالمقابل كل المكونات الاجتماعية الأخرى التي تكون الشعب العراقي، وبالتالي هذا الشعب هو الآن يخضع للدستور العراقي الدائم لعام 2005، وهذا الدستور هو ينظم حقيقة من خلال عمل السلطات الثلاثة ومن خلال السياقات التي تسير بها الدولة العراقية. يتوقع أن هناك مرحلة توحد تجاه ظاهرة التطبيع وتجاه الانخراط بها، وكذلك بالمقابل موقف إقليم كردستان كان موقف كذلك داعم لمسارات الحكومة الاتحادية وكذلك مسارات الاتجاه الشعبي والاجتماعي والسياسي الذي عبرت عنه الرئاسات الثلاثة وكذلك بالمقابل القيادات السياسية والمجتمعية والعشائرية. بطبيعة الحال دكتور حسين، هل يفهم توقيت هذا المؤتمر في ظل كل التطورات؟ لأنه حتى موضوع التطبيع يعني لم يكن من أولويات العراق ولم يكن مطروحا حتى من أي من الأطراف كأولوية لتحسين الأوضاع الداخلية أو حتى لتحسين العلاقات الدولية. ست لارا، هي العملية كانت محاولة تشويش على ما يسير عليه الشعب العراقي وما تتوجه إليه الحكومة العراقية، والآن قبل دقائق كانت هنالك تدوينة إلكترونية للسيد رئيس الوزراء يحث المواطنين العراقيين الذين لهم حق التصويت وحدثوا بياناتهم باستلام بطاقاتهم من أجل مستقبل أفضل وحياة أفضل، وبالفعل حتى الحكومة العراقية هي جاءت في أجندتها الأساسية أن تكون هنالك انتخابات مبكرة، وبالتالي الانتخابات ومسارها تسير بها القوى الاجتماعية وكذلك القوى السياسية، وبالتالي كل التوجهات كانت باتجاه الانتخابات. هنالك من أراد حقيقة أن يختبر ببالون يظهر من خلال هذا المؤتمر ويخرج حقيقة للتشويش على مسار العملية السياسية ومسار العملية الديمقراطية في العراق، لكن بالمقابل أتوقع أن الشعب كانت لديه رسالة أقوى وهو أنه توحد بوجه هذه البالونات التي تظهر هنا وهنالك، وكذلك بالمقابل المسارات التي تريد أن تحرف الرأي العام وكذلك تشوش الصورة الواضحة جدا باتجاه الانتخابات التي نحن نقترب منها يوما بعد آخر والتي ستعقد في 10/10/2021. طيب أيضا أتت تهديدات من أطراف أخرى وفصائل أخرى بقتل هؤلاء أو حتى الاعتداء على من قاموا بهذا المؤتمر، يعني هل من نية الآن من الدولة العراقية أيضا لحماية هؤلاء على الأقل للذهاب إلى قنوات قضائية، أو كيف سيتم التعاطي مع هكذا تهديدات؟ لا، أكيد أنه الدولة العراقية توفر الحماية للجميع كمواطنين، لكن بالنهاية هؤلاء المواطنين طبعا سيخضعون للقانون والحكومة العراقية وكذلك مؤسسات الدولة العراقية وخصوصا المسار القضائي اتخذ الآن بإصداره مذكرات إلقاء قبض، وكذلك بالمقابل ستجرى تحقيقات عن ما هي الدوافع، لأنه البعض حقيقة خلال 24 ساعة الماضية ظهر بفيديوهات يقول أنني أتبرأ من هذه الأفعال التي قمت بها وأنا لا أعرف أنني دخلت في هذا المؤتمر الآخر، وبالتالي هنالك عملية كبيرة جدا لابد أن يجرى التحقيق بها من قبل القضاء العراقي وكذلك الأجهزة الاستخبارية والأمنية، وهذا ما يجري التعاون ما بين السلطة الاتحادية
الإسرائيلية والسلطات الإقليمية من جهة، وكذلك بالمقابل التحقيقات القضائية التي أصدرت مذكرات إلقاء القبض ستظهر طبعا خلال المرحلة المقبلة للرأي العام أين تسير هذه القضية، لأنها قضية تهدد الأمن الوطني العراقي وتهدد كذلك التزامات الدولة العراقية التي هي بقت مواقفها راسخة سواء تجاه القضية الفلسطينية أو كذلك بالمقابل تجاه دولة فلسطينية كريمة مقرها يكون القدس الشريف. شكرا لك ضيفنا من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي. أيضا نتابع هذا النقاش مع ضيفنا من بون الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب. دكتور جاسم أهلا بك معنا في هذه النشرة على شاشة الحدث. يعني قبل قليل أكيد سمعت معنا لكلام الدكتور حسين، ويعني نعلم أنه تم تفعيل القنوات القضائية لتعاطي مع هذا المؤتمر، ولكن هل فعلا يعني الأمور ذاهبة بهذا الإطار، لا سيما وأنه كما ذكرت قبل قليل قانون قد يذهب إلى حكم بالإعدام؟ عفوا، ما يتعلق بالدستور العراقي بالفعل هو يعني يعاقب كل من يدعو إلى التطبيع، وهذا القانون أو هذا القرار هو أصبح واضح سواء كان في النظام ما قبل 2003 وكذلك ما بعده. فإذا أجد أن يعني واحدة من اهتمامات الحكومة العراقية حسب معلوماتي بأنها تتابع قبل هذا المؤتمر، هي كانت حريصة على متابعة أي علاقات أو أي منتدى أو أي مجموعة تقوم بالدعوة إلى التطبيع أو العلاقات مع إسرائيل. فإذا هذا القانون هو موجود داخل العراق. نعم. طيب بهذه الحالة دكتور جاسم، يعني هل هذا يعني أنه اليوم أي طرح موجود من جانب أي طرف، لا نتحدث عن القنوات الرسمية، الكل يقول أنه لا علاقة له بهذا المؤتمر حتى إقليم كردستان، ولكن هل حتى طرح هذا الموضوع ممنوع بالنسبة للعلاقات الدولية والمستقبل؟ يعني نحن لا نشهد حروب بين الدولتين، لا نتحدث عن مشاكل موجودة الآن بينهما، يعني إلى أي، ما هي الحدود التي يمكن للأطراف السياسية أن تطرحها بهذه الحالة؟ لو تحدثنا يعني إقليميا نجد أنه إسرائيل أصبحت واقع موجود في منطقة الشرق الأوسط. التعاون على المستوى السياسي في حل الأزمات، والتعاون أيضا في تبادل المعلومات في محاربة التطرف والإرهاب. يذكر أن إسرائيل أصبحت لديها أيضا القدرات في التقنية والتكنولوجيا، أيضا في دعم دول أوروبية وربما دول أيضا في المنطقة في محاربة التطرف والإرهاب. ما يتعلق أنه إلى أي مدى يستطيع المواطن العراقي على سبيل المثال أن يقوم بالتعبير عن رغبته في التطبيع أو الاتصال في أطراف إسرائيلية، هذا يعاقب عليه القانون. ويجد أنه حتى حكومة إقليم كردستان برغم تاريخ العلاقات ما بين إسرائيل وما بين إقليم كردستان غير المعلنة، وحتى كذلك يعني في بغداد هنالك يعني شخصيات سياسية قامت بزيارة إسرائيل أيضا، لكن أجد أنه الآن في هذا الوقت تعتبرها الحكومة العراقية ربما لأسباب سياسية لأسباب أخرى تضعها في خانة أنه يجب أن يعاقب عليها، والعقوبات هي شديدة جدا تصل إلى حد عقوبة الإعدام. يعني هل تعتقد دكتور جاسم أنه هذا المؤتمر هدفه الأساسي كان هو إغضاب الفصائل المولية لإيران والأطراف السياسية المولية لإيران، وليس فعليا موضوع التطبيع مع إسرائيل؟ المعلومات المتوفرة بأنه مركز السلام هو أصلا هذا كان مشروع قائم، وهذا المشروع
المعلومات المتوفرة بأنه السفير الأمريكي دينيس هو من كان يتزعم هذه يعني هذا المشروع، وهذا المشروع هو في سبيل التطبيع مع يعني مع إسرائيل. فإذا الهدف من هذا يعني الاجتماع هو إيجاد نشاط مجتمعي داخل العراق في سبيل الترويج إلى مشروع التطبيع مع إسرائيل، أكثر مما يكون هو دعاية أو ربما يستهدف العملية الانتخابية أو يستهدف ربما أطراف سياسية أخرى. شكرا لك ضيفنا من بون الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب. رغم المعرقلات السياسية والاجتماعية إلا أن المرأة الكردية في العراق تشارك بقوة في الانتخابات، وهي تصر على الوصول إلى مراكز القرار، كما أنها تحاول إتقان اللغة العربية سعيا لكسب أصوات الناخبين. عن مشاركة المرأة الكردية تحديدا نذهب إلى التقرير التالي. على الرغم من الهيمنة الذكورية والأعراف الاجتماعية السائدة، تخوض عشرات المرشحات غمار الانتخابات البرلمانية لكسر الحواجز والصورة النمطية في محاولة منهن للوصول إلى مراكز صنع القرار بهدف تحقيق التوازن في التمثيل والحضور مع أقرانهن الرجال في المؤسسات التشريعية. المرأة الكردية تحاول أن تكون لها حضور قوي، بالأخص المرأة المستقلة في الانتخابات البرلمانية العراقية باعتمادها على قدراتها وإمكانياتها الشخصية بعيدا عن دعم الأحزاب، فهي قادرة للوصول إلى مراكز القرار والسلطة. بحسب المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق النساء، فإن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية قطعت أشواطا مهمة، إلا أنها ليست بالمستوى المطلوب. أثبتت المرأة الكردية جدارتها في كافة ميادين الحياة، منها الاجتماعية، الثقافية، السياسية، الاقتصادية، على مدى العقبات التي مر بها الشعب الكردي. أما بالنسبة لمشاركتها في السياسة بما فيها عملية الانتخابات، فهي مشاركة فعلية لكن ليس على مستوى الطموح الشريحة النسائية والناشطات في قضايا المرأة. يرى الكثير من المراقبين أن نظام الكوتا الذي يضمن مشاركة الأقليات والنساء في البرلمان يعطي فرصة أكبر لتمثيل المرأة في المؤسسة التشريعية. أعتقد أن المجتمع العراقي مجتمع ذكوري، وهذا لا يعطي المرأة فرصة لتواجدها في مؤسسات الدولة وخاصة البرلمان، والقائمون على كتابة الدستور والأنظمة البرلمانية والقوانين الانتخابية حرصوا على وضع نظام كوتا لإعطاء المرأة العراقية فرصة لتواجدها خاصة في مجلس النواب، وهذا النظام نموذج يحتذى به في المنطقة بأسرها. وتشير ناشطات حقوقيات إلى أن النهوض بدور المرأة في الحياة السياسية يبقى رهنا بتغيير السلوك المجتمعي والعقلية الذكورية المتسلطة. وسط تقييمات وقراءات متفاوتة حول حضور المرأة، يتساءل المراقبون بشأن المساحة التي ستشغلها في المرحلة المقبلة، بينما تؤكد منظمات نسوية بأن شريحة واسعة من النساء تواجه مطبات وعراقيل عند دخولهن المعترك السياسي مقارنة مع أقرانهن الرجال. بزر محمد، مدينة السليمانية، الحدث. قبل أن نختم مشاهدينا، نشير إلى الأخبار العاجلة الواردة من تونس قبل قليل عن مناوشات بين متظاهرين مناوئين للرئيس ومؤيدين له، إلى جانب كذلك هذه التطورات من السودان. كل ذلك نتابعه في إطار نشرتنا اللاحقة.